لنا قائمة الأهلي ونرجع نتكلم اتفضل. في موضوع دجلة. وليد كريم أحمد، أهلا بيك. بجد التحية ليك يا كابتن ميدو وكل طبعا المشاهدين ومتابعيك. هبدأ معاك قائمة النادي الأهلي من لحظات، يمكن لسه طالع حالا الشناوي تحت المرمى. واحدة واحدة بقى عشان أكتب وراك. أوكي يا كابتن، يلا. الشناوي، فيليب إكرامي، تمام، علي لطفي، تمام، أحمد فتحي، تمام، سليم كولوبالي، تمام، أيمن أشرف، علي معلول، حسام عاشور، حسام عاشور، هشام محمد، هشام محمد، وليد سليمان، وليد سليمان، وليد أزارو، وليد أزارو، صلاح محسن، صلاح محسن، مؤمن زكريا، مؤمن زكريا، حمودي، حمودي، محمد هاني، محمد هاني، أكرم توفيق، أكرم توفيق، باسم علي، أخيرا باسم علي، كريم ندفد، ندفد، اسلام محارب، اسلام محارب، واحمد حمدي. احمد حمدي يمكن اللي لفت النظر طبعا ان ناصر ماهر، ايوه، يمكن احنا كنا شايفينه النهارده متالق في التدريب، لكن واضح ان هي رؤيه فنيه لمستر باتر كارتيرون. سالنا ناصر هل بيشتكي من اي حاجه يعني بالنسبه له الاصابه ايه، قال طبعا هو يعني اللي احنا اتاكدنا منه ان هو كان راجع من الاجهاد او كان راجع من بعض الاجهاد، لكن النهارده كان ظاهر بشكل مميز، فواضح ان هي رؤيه فنيه لمستر باتر كارتيرون. لكن ناصر ما بيشتكيش من اي حاجه كابتن ميدو، ينضم له زي ما قلت لك ميدو جابر اللي يمكن اللي كان لسه طالع من لحظات غايد الطابع طبعا النادي. سالناه بشكل شخصي، يمكن انا بشكل شخصي، قال يمكن هي الخلفيه ثانيه يا كريم، يعني رجع ثاني من جديد عنده سوء توفيق ميدو، كنا بنتمنى ان شاء الله يكون متواجد معانا، لكن ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيبنا. عدد غيابات كثيره جدا يا كابتن ميدو طبعا كده بيبقى متواجد في مباراه الحريه كوناكري، لكن ان شاء الله الاهلي بما الحضر ان شاء الله تكون المباراه من نصيبنا باذن الله يا كابتن ميدو. تمام، يعني ناصر ماهر فعلا كنت اسالك عليه يا كريم، لكن ماشي، هي رؤيه فنيه مش عارف بقى يعني قرصه ودن يعني هنقول زي ما نقول، لكن هو الجهاز الفني طبعا الادرى في الاول وفي الاخر. كريم احمد شكرا جدا ليك يا كريم على هذه التغطيه المميزه. اقول لكم بسرعه تاني قائمه النادي الاهلي اللي هتلعب ماتش حريه كوناكري الغيني يوم السبت ان شاء الله. الشناوي، شريف اكرامي، وعلي لطفي، وفتحي، كوليبالي، وايمن اشرف، وعلي معلول، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، وليد ازار، وصلاح محسن، مؤمن زكريا، وحمودي، ومحمد هاني، واكرم توفيق، وباسم علي، وندفد، واسلام محارب، واحمد حمدي. خرج من القائمه ناصر ماهر.